أتوقع هي بتكون مرتبطة بالسؤال الثاني، إذا ممكن تدمجها مع السؤال الثاني اللي وهي الدليل الرشادي في الإسلام اللي تفضلت فيه الآن، الأدوات والمعايير اللي قدمها الإسلام لنتقبل، وذكرت شيخنا جميل ممكن نكمل فيها أخرى من نعم تفضل. نعم، القيمة الأخلاقية المعنوية وهي الصبر والرضا والإيمان بالقدر، هذا ليس موجودا إلا عند المؤمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أيها الإخوة، هذا ليس على المستوى النظري، هذا الحديث تسمعونه في الابتدائي والإعدادي، لكننا اليوم نواجه نماذج راقية من المجتمعات المسلمة المصابرة المقاومة للاحتلال، الصابرة المتقبلة الراضية، رضي الله عنهم ورضوا عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. لاحظوا أن كثيرا من الناس أسلموا بسبب صبر الفلسطينيين ورضاهم، بالفعل أعداد كبيرة جدا، وخاصة من فئة النساء على فكرة. نعم لاحظنا دكتورة، أكثر الذين يتحدثون عن التقبل في شبكات التواصل هي المرأة، سبحان الله، لأنها تؤمن، لأنها تؤمن أن هذا الجانب العاطفي هو الذي يشكل رؤيتها للوجود. كيف تنظر إلى الوجود؟ نجد المرأة في فلسطين تزغرد عندما يستشهد أبناؤها، بينما الرجل يبكي أحيانا، لأنها عندما تستخدم القيمة الإيمانية تشعر بحاجة عجيبة من الرضا. الخنساء كانت تبكي على أخيها في الجاهلية: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لكن عندما أسلمت واستشهد أبناؤها الأربعة في القادسية، قالت: الحمد لله الذي أكرمني بشهادته. الله أكبر، لم تبكي. ولذلك إسماعيل هنية القائد لحركة حماس عندما وصله الخبر تقبل هذا الموضوع واحتسب الأمر لله. أبناؤنا وإخواننا اليوم الذين استشهدوا أبناؤهم في منخفض المطير تقبلوا الأمر وكانوا راضين، راضين بأمر الله. هذا هو الرضا، هذا هو الشعور الداخلي، هذا هو السلام الداخلي، هذه القيم الإيمانية التي نحن نفتقدها. الأمر الآخر الإيمان بالقضاء والقدر، كل شيء بأمر الله، لا يظن الغاصب المحتل أنه يفرض علينا سيطرته. كان عندنا جار من الإفغانيين في العامرات، جارنا من الذين كانوا في سجن جوانتنامو، وكان يصلي في المسجد باستمرار حريصا هو وأبناؤه على الصلاة في المسجد. يحكي أنه في جوانتنامو كان يستغفر ويسبح، وربما قرأتم تغريدته، هو جارنا في العامرات. قال له الجندي الأمريكي: ماذا تقول؟ قال: أستغفر وأذكر الله وأسأله أن يخلصني في هذا المكان. قال: كيف أنت في اليد القوة في يد القوة العالمية الكبرى، من يخلصك؟ لكن هذا الرجل الآن في بلاده، عاش معنا معززا ومكرما وعاد إلى بلاده معززا ومكرما، بينما ذلك الجندي ربما مات منتحرا، لأن كثيرا من الذين كانوا من الحراس في جوانتنامو أصيبوا بالأمراض النفسية بسبب تعاملهم الشرس، وبعضهم أسلم. نفس الإنسان، الإنسان مهما كان، حتى لو يعني في كثير من الجنود أيضا الصهاينة اللي انتحروا وقتلوا، لأن النفس كثير تبقى تشمئز من الشر كثير جدا لو كانوا مجبورين، بسبب أنهم لم يستوعبوا الاكتئاب. حالات الاكتئاب والحزن تحدث للإنسان عندما يكون مع نفسه فقط، منقطع الصلة بالله سبحانه وتعالى. فما السبب الموضوعي للبقاء؟ سيطرح سارتر الفلسفة الوجودية، وهو أن الوجود سابق للماهية، وعلى الإنسان أن يتكيف. لكن ألبرت كامو سيطرح فلسفة أخرى أيضا في إطار أو في سياق الوجودية، ثم يقول بأن الإنسان إذا شعر بحالة من الضيق فليس هناك معنى لأن يبقى، ما في داعي ينتحر، يعني هناك العبثية والعدمية. هذه الفلسفات خطيرة أيها الإخوة، لماذا ينشئها الإنسان؟
لأنه ليس له قدرة على التعامل مع الواقع وتقبله بما فيه بمشكلاته بأحزانه. ولذلك المسلمون في مكة شعروا بضيق من المشركين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند على الكعبة، فقالوا: يا رسول الله، أوذينا، ألا تدعو الله لنا؟ قال: اصبروا، إن الذين كانوا قبلكم كانوا يؤتى بواحد منهم فينشر بمنشار من حديد فلا يرده ذلك عن إيمانه، وإنهم لم يمشطون بأمشاط من الحديد فلا يردهم ذلك عن إيمانهم، ولكنكم قوم تستعجلون. سبحان الله. لا تستعجلوا، علاقتنا بالله أيها الإخوة هو أن نعيش لله، ليس بالضرورة أن نجد النصر في حياتنا، لكن هناك ضرورة أن نجد السلام الداخلي الذي يريده الله لنا. إن الله يريدنا أن نعيش سعداء، هكذا خلق الإنسان، خلق ليعيش في الجنة دكتورة، ما نزل إلى الدنيا إلا بعد ارتكاب الخطأ. فإذا علينا أن نتعامل مع هذا الخطأ ونتوب منه، لأن الله مكننا من معالجة الخطأ من خلال التوبة واللجوء إلى الله، ليس الهروب عن الله. ما الذي علمه الله لآدم عليه السلام؟ قال: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم.